السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خاصية جميلة موجودة في الويندوز وهو إن أنت ممكن تسطب لينكس، مش كنظام تشغيل لأ، كبرنامج تقدر إن أنت تتدرب عليه. كل اللي أنت تعمله إن أنت هتدخل على الستور اللي هو موجود أصلا كده كده موجود في الويندوز، وهتيجي فوق تكتب لينكس، هتلاقي إزارات كتيرة موجودة. مثلا أنا أفضل إن أنت تسطب دوت، ده بيكتب أوامر كالي لينكس و ميزته إن هو 4.8 عدد الناس اللي هما بيشكروا فيه. الموضوع ده مهم جدا، لأن زي ما أنت شايف هنا مثلا ممكن يكون الناس اللي عجبهم الحاجة دي قليل، فممكن يكون البرنامج لسه في مرحلة تطوير أو في مشاكل. ممكن تسطب مثلا ليرن لينكس، الدروس التعليمية، ده عبارة عن كتاب فده كويس اهوت. وممكن برضو تسطب اوبنتو بحيث لو انت عايز تتدرب على الشغل عليه والاوامر اللي موجودة ده والحاجات دي كلها. وميزته برضو ان المساحة تحته صغيرة، كل عليك ان انت تيجي هنا وتضغط تقول له جيت، يبدأ يسطب لك البرنامج. ولو انت عايز تشيله هتخش على الكنترول بانل وتقول له اد ريموف بروجرام وتحذفه. جيت كده يبقى انت هتحصل على كالي لينكس عندك على الجهاز، وهو اللي هي عامله زي الدوس تقدر انت تشتغل وتطبق الاوامر، وحاجه ممتازه جدا ان شاء الله.